شوف شو فيني اساعدك بهذا الفيديو بهي الاجهزة. برمجة مفاتيح، برمجة ECU، برمجة TCM، برمجة اونلاين وبرمجة اوفلاين. تشخيص كامل للسيارات والشاحنات من الماركات الاوروبية للاسيوية. تابعوني لاخر الفيديو لحتى تعرفوا ميزة هاي الاجهزة. اولا رح بلش لكم جهاز GLR بلوتو لاكثر مبيع بدول الخليج والمفضل عندي. الجهاز اللي شغال على سيارات لاند روفر والجاكوار. من برمجة مفاتيح وبرمجة بشكل عام والتشخيص الأوفلاين. جهاز SPX الماسح الضوئي بتشخيص احترافي من شركة هوندا ماليزية مع دعم متعدد اللغات. جهاز دينزو للسيارات الياباني مثل التويوتا والسوزوكي. كما عندي جهاز رينولت الألماني للسيارات النيسان والمستبيشي. جهاز بوكيم تول الألماني للسيارات الفولفو والشاحنات الفولفو، واللي بيقدر يفيدك بالمشاريع الكبيرة مثل السعودية في نيوم. جهاز BCMM اللي بيقدر يفيدك للسيارات الفورد والجي تي والموستانج. تابعوني فيديوهات تانية لحتى اقدر اعلمكم على طريقة شغل كل هالأجهزة، واهلا وسهلا فيكم.